بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم او نتشارك معكم واحد الوصفة ديال الساندويش اللي كتعجبني شخصيا وكتجينا لذيذة. بلا ما نزيد نطول عليكم دخلوا الفيديو باش تكتشفوا معايا هاد الساندويش اللذيذ، فرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. بالنسبة للكفتة غناخدو الكمية اللي تناسبنا. هنا عندي بصلة صغيرة مشلضة، هنا عندي معلقة كبيرة ديال المعدنوس، وبالنسبة للتوابل عندي ملعقة صغيرة الملح، نصف ملعقة صغيرة أو ربع ملعقة صغيرة ديال البزار أو الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة ديال التحميرة أو البابريكا، ملعقة صغيرة ديال قزبور يابس، ملعقة صغيرة ديال بودرة الثوم، إلا ما كانش تقدروا تحكوا واحد الراس ولا جوج ديال الثوم. وهنا عندي واحد ربع ملعقه صغيره او الراس المعلقه ديال القرفه اللي كيعطي واحد المذاق رائع. نبداو على بركه الله. اول حاجه غناخذو البصله اللي شلضناها، هي بصيله صغيره شلضناها هكا صغير، وغناخذو المعدنوس وناخذو التوابل، غادي نخلطهم مع الكفته. كنخليو الكفته ديالنا تشرب هاد التتبيله. هنا خديت البطاطا اللي قطعتها هكا مربعات وغادي نقليوها. بالنسبه للمكونات اللي غادي نستعمل وهي الكفته هي قليناها، والبصله اللي قطعناها هكا هلالات رقيقه، ومطيشه قطعناها هكا دوائر، والبطاطا اللي قليناها على شكل قطعناها على شكل مربعات. ونبداو في تحضير الساندويش. غادي ناخذو الساندويش ديالنا اولا الكومير، ناخذو نحيد هاد البابه. هنا غادي نديرو لاصوص اللي بغيتو، بسم الله. هنا غادي ندير هاد صوص برجر اللي كتناسب مع هاد الساندويش، تقدروا ديروا كيتشاب اولا المايونيز على حسب الذوق ديالكم. ثاني حاجه نبدا بالطماطم ولا المطيشه هي الاولى، وغادي نديروا البصله، وغادي نحطو الكفته ديالنا، وغادي نزيدو البطاطا اولا الفريس من الفوق. تقدروا تزيدو كيتشاب اللي عجباتكم، انا ندير غير هاد لاصوص هي اللي عجباني. وهكذا كنصايبو الساندويتش ديالنا بالصحه والراحه. وصلنا نهاية الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويش ديالنا، كيجينا عامر ولذيذ. انا كيعجبني بهذه الطريقه، نتمنى حتى نتوما تجربوه وتستمتعوا باللذه ديالو. بلا ما نزيد نطول عليكم، فرجه ممتعه. الى الملتقى ان شاء الله. سلامه.